السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة كورال ايلاند. بس قبل أن نبدأ شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ. أنا من زمان عن اللعبة، لي اسبوعين تقريبا عن اللعبة. خلنا نشوف بكرة وشي تمور، وهل في مطر ولا لا؟ لا بكرة شمس. فمعليش لاني تأخرت عن اللعبة هذه، لكن ان شاء الله راجعين لها بإذن الله وبقوة بإذن الله. أنا قاعد أسترجع ذكريات وش سوينا الحلقات اللي راحت. يعني ما أذكر شيء بصراحة. طيب خلونا نسقي هذول على السطول. حلو، معنا الزجاج. خلونا نجي هنا ونرتب الأشياء. أي شيء يجي فوق بنحطه فوق. أوكي ما في شيء. أي شيء يجي هنا. شت. طيب هنا في شيء. شت. طيب يبي لنا نسوي صندوق. كيف نسوي صندوق؟ كيف كنا نسوي صندوق؟ اوكي في اشياء كثيره، انا متحمس للعبه بصراحه مره، فان شاء الله تكونوا متحمسين زيي، وان شاء الله بتكون شبه يومي اللعبه باذن الله. 25 خشب و10 تراش. سهله عندنا الخشب. يس. كيف اقسمهم؟ اوكي هل في اسرع؟ اوكي نبغى 25 بس. 25 خشب وتراش مفروض هنا 10. حلو الحين عندنا نسوي صندوق صح؟ صندوق. يس ممتاز. حطه بدل هذه شوي. حلو حلو. عندنا مهمات يومية فوق. لا كيف؟ اوكي لا خلها كذا. حط فيه الورود حاليا. حط فيه كل شيء كل شيء كل شيء. هذا بنوديه للبلاك سميث. خلونا نوديه اليوم. خلونا نوديه اليوم البلاك سميث. خلوه معي. حلو حلو. طيب المهمات اليومية يقول عط 5 من الأصدقاء هدايا. أوكي سهلة. ونسوي دونيشن أو نعطي المتحف شيء. المتحف هل هذا يعطي المتحف؟ ما أدري. طيب خلنا ناخذ هذه هدايا. أتوقع تنفع هدايا. إن شاء الله تنفع. ما أدري تنفع ولا لا، لكن ناخذ الورود. بس المتحف هل اتوقع الحشرات صح؟ منطقية. خلونا ناخذ حشرة من هذه وهذه. انا ما ادري ليش حاطهم عندي. انا فزت ليش حاطهم عندك؟ والله ما ادري. خلونا ناخذهم كلهم. شوف هل نعطيهم المتحف ولا لا؟ لحظة في زر بسرعة يخليك تاخذهم. والله ما ادري. اوكي كذا كفاية صح؟ صح اعتقد صح. هذول ما بعناهم، ما ادري كم كان سعره. معنا 500. وبنمر ونشري بذور صح؟ ممتاز. طيب خلونا نروح المدينة. اول شيء نبي نروح هذا المتحف صح؟ يس نبي نروح المتحف، وبعدها نروح نشري بذور، وبعدها نروح للبلاك سميث اللي لا اوكي ما ادري وينه، لكن راح نحصله ونوزع الهدايا صح؟ صح هذه مهمتنا اليوم. كم مرة قلت صح؟ الله أعلم. طيب تعالي. لا هذه ما أتوقع. أوكي زعلانة. ما أتوقع ينفع أعطيها هدية. نبيني. أوكي اختفت. شت. أوكي. أوكي هذه ما أكيد قابلناها. يب ما أكيد قابلناها. معناته في أشخاص جدد ما قابلناهم. هذه مدينة نجمعها. حلو اجمعها. فل. ما سألت مع حد. اوكي لا هذه قبلناها قبل صح؟ يا قبلناها. طيب خليني اعطي هدية. تعال تعال بعطيها الوردة. يس. شت زعلت، لكن حسبها لنا. تعالي انتي. لا 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 تزعلين بعد. او شي خلينا نسولف معها. ما ادري قبلناها ولا لا، والله اني ما اذكر اللي قابلناك ولا لا، لكن بنعطيكي ورد. مو ورد نعطيكي. اوكي عجبها. شكرا 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 الحمد لله عجبها. طيب المتحف هنا صح؟ يس. اعطينا 2 باقي 3. اوكي خلنا نجي المتحف نسوي دونيشن. يس يمديك تعطي الحشرات. خلنا نعطي كل الحشرات اللي عندنا.
هذول كنت اعطيته خلاص اوكي، يعني كل واحد تعطيه مره. اوكي حلو 12. هل تعطوني شيء بدالا؟ بالضبط جي خلاص. المهم اعطاني 150. اوكي اوكي طيب، الحشرات الثانيه اللي معي المفروض تبيعها. طيب الحين ما تعطينا هدية مو مشكلة، هذه زعلت. الحين نبي نروح للمكان، اتوقع ان هذا هو صح. يس بديت ادل بالمدينة. حلو، هنا نشري بذور، خلونا نشري بذور. معنا 600. هل هذا قبلنا قبل؟ اوكي لا جديد. هل اضافوا اشخاص جدد؟ والله ما ادري. هل انت قبلنا قبل؟ يس سام. اتوقع انه اضافوا اشخاص جدد بالتحديثات اللي نزلت، اتوقع. طيب نبغى ابجريد باك. وش باك؟ اوكي نطور شنطة. اوكي هذه جديدة، خلينا نتأكد هذه جديدة صح؟ يس هذه جديدة، ما كنت قبلناها قبل. معناته اضافوا اشخاص جدد، يس. خلينا نعطي هدية، تعال 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 تعال. واعتقد ان هذه بعد جديدة. ثانك يو، حلو. يس ليش نعطيك؟ لا هذه كنت قبلناها. يس كنت قبلناها. حلو بقينا واحد بس. شت خلصت. مشكلة ما عندي هدايا. خلونا نشري أول شيء. فايز ركز، أنا متحمس للعبة فبتشوفوني أسوي أشياء مرة كثيرة. زرعنا بطاطس، زرعنا هذا. خلونا ناخذ جزر ب 35. باخذ 6. اوكي مش كذا غالي. هل زرعنا احنا زيه؟ اتوقع الحين قاعدين نزرعه. شوف الحبه ب70، باخذ 3. بشوف كم سعرهم اذا بعناهم. اوكي عطنا من هذا برضو 4. اوكي اتوقع كفايه. خل معك فلوس. بقى معنا 200. اوكي باقي عندنا واحد بس نعطي هديه. بلاك سميث، وين مكانك؟ نبغى الحداد. اوكي في حلاق هنا. اوه اول مره نجي الحلاق صح. اوكي تغير قصه شعرك. اوكي ما ادري شو. طيب خلنا نعطيها هديه هذه. ناخذ شو بتعطي انت؟ انا عارف انها راح تزعل لكن مو مشكله. لا اوكي ما زعلت. حلو حلو خلصنا المهمه. ممتاز ممتاز. نضغط جي نسوي لها كلي. ما اعطونا فلوس يخرب بيتكم. اوكي هذا المهمات الرئيسيه. اوكي هذا خلص مع الوقت اسحب عليه. الحين هدفنا ان نروح للحداد اللي ما ادري وينه. نضغط ام ونشوف الحداد وينه. اوكي هذا الحداد. حلو حلو من 9 إلى 18. طيب حنا هنا مفروض تطلع. اوكي بعدين يمين 9 إلى 18. يمدينا اسرع يمديك. هل في طريق من هنا؟ يس في طريق. الحداد بروح بفتح عند الصناديق هذا بشوف وش تعطينا. اوكي اسحب عليه ما راح اكلمه. راح فوق بسرعة. هذه الشركة الخايسة. اوكي ما ادري تكلمت هذا ولا لا. او في حشرة هنا خلينا نصيدها. يخرب بيتك. تعال اتكلمناك. اوكي هذا جديد ما كلمناه. لا اوكي هذه اذكرها كلمناها. اوكي هو في فود تراك تاكو. هذا كلمناه. اوكي هل يمدينا نشتري شيء من عنده؟ اوكي هذا ما كلمناه. اوكي ايما ما اتوقع هذه كلمناها بعد صح؟ يس. طيب هل يمدينا نشتري من عندك شيء؟ الله
لا ابغى اوكي ما اتوقع مدينة اشتري شيء شيء غريب. فايز الطريق صح ولا لا؟ ماي جاد شوف النباتات اللي هنا يا اخي شكل اللعبة مرة خرافي. فايز تعديت الحدات ترى شت. بتشوف بخريطة تحس المكان مرة بعيد بس لما تمشي تنصدم انك تعديته. اوكي في ناس هنا سحب عليهم. هذا هو الحداد صح؟ يس بلاك سميث. خلونا ندخل عنده قبل يقفل. اوكي هل جينا قبل؟ ما اذكر. بابلو بابلو جانا هو قبل صح؟ اوكي بيع. لا نبغى نفك اللي عندنا. عندنا 6 صناديق. اوكي اعطانا كم ياخذ؟ ياخذ 20. يخرب بيت على كل صندوق 20. اوكي بس قاعد يعطينا اشياء اول مره اشوفها. اوكي 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 الاشياء اللي اعطانا هذه راحت فلوسنا بس خلصنا حلو. هل نبيعها ولا نعطيها الحداد ولا وش نستخدمها فيه؟ لا هذه نحتاجها بكرافتد. طيب وش عندك ثاني؟ ابجريد تولز يمديني اطور الادوات اللي عندي. 2000 اوكي 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 يا بابلو. ابمر المتحف بشوف اذا يمديني اذا بحط شيء من هذول. اذا اقدر احط شيء. انا ما ادري يمديك تحط شيء اصلا او لا لكن بنمره ونشوف. اسحب عليه بشوف اذا بعد في حشره قدامنا نصيدها على طريقنا نعطيها المتحف. على طريقنا المتحف صح؟ يس نطلع بس شوي من هنا نحصل المتحف. انا خايف في اشخاص للحين ما قابلتهم. اذكر يا في اشخاص ما قابلتهم كثيرين. شت في زحمة أشخاص ما قابلتهم. طيب ممكن تدخل. أوكي طيب أشوف وش مدينا نحط. يا هذول مدينا نحطهم بالمتحف. طيب لو أبيعهم كم يسوون؟ هذه قبلناها قبل صح صح المعصبة هذه تلعب اللي كانت تلعب طائرة بالشاطئ. انت قبلناك. يس قبلناك قبلناك. اوكي خلينا نروح هنا بسرعة بشوف هل يمدينا نبيع شيء اصلا ولا لا. ما اتوقع ان هذه يمدي يشريهم لان هذا حق نجرب نجرب يا حق بس كم سعر هذه؟ ما ادري كم. حق بس ادوات غذائية بشكل عام. ما هذه قبلناها الصينية؟ يا قبلناها. طيب بحطها بالمتحف ليش لا؟ خلينا نحطها بالمتحف. وإذا حصلنا بعدين أحطهم عندي بالصندوق أبيعهم لأنك يمديك تبيعهم عند الصندوق بالصندوق اللي عندك بالبيت. بس عليها خلينا نحطها بالمتحف ليش لا؟ أوكي لأن فول ما يمديني أخذها. بسرعة بسرعة. اللي حطينا شوف صاروا هنا. خلينا نحط هذه نحط هذه ونحط هذه وحدة وهذه. اوكي حلو ايش صار؟ اوكي صار في عرض. maybe if you do this. هذا حق المسؤول عن المتحف بشكل عام. كم تكلوك فايز؟ يقول تعشب. اوكي معليش ضربت المايك.
يتكلم عن التحنيط وما التحنيط بشكل عام. طيب طيب اوه هذه وين كان عندنا هذه؟ اوكي يكون في قسم خاص بالمنحوتات السمن او الحفريات شيء زي كذا اللي يحصلون عظمان وديناصورات واشياء قديمه. يكون في قسم خاص فيه. انا كافي بقدم بيجي 4 و 3 5. اوكي اوكي وبعدين طيب اوكي اعطانا المهمة الرئيسية لازم 50 تبرع ب50 شيء للمتحف. طيب ممكن تكنسلها انها بعدين بشوفها الحين ابغى اكنسلها ما ابغى اشوفها لا ثبتها كيف يس كذا يا كذا خلها فاضي بعدين راح نتبرع مع الوقت اللي احنا تبرعنا فيهم حطوهم هنا. اوكي بدك تقرا عنهم 50 شيء اوكي معناته مع الوقت. طيب الحين بنرجع المزرعة بدك تاخذ هذه يس مين هذه؟ هل تكلمنا معك؟ والله اوكي ما يمديني اتكلم معها ونزرع اللي عندنا ونضبط بعض الاشياء اللي عندنا بالمزرعة. خلونا نرجع بسرعة. هذه كلمناها صح يا كلمناها. عندي مهمات بخلصها بعدين مو الحين حاليا بهتم بالمزرعة. طيب الأشياء الثانية اللي أعطاني خلونا نبيعهم نشوف بكرة كم سعرهم. زي هذه حشرات نحطها عشان نشوف كم سعرها. أحط هذه ليش لا. أوكي طيب بجي هنا هل في حشرات ما حطيناهم؟ والله ما أدري. في سمك في هذول ما حطيتهم لازم احطهم. حط هذه حط هذه. طيب خلينا نزرع بسرعه ما دام عندنا انرجي. بحط هذول هنا اتوقع انها نفس هذه اتوقع. انا ما اذكر وش اللي حطيت هنا اللي زرعته لكن اتوقع نفسه. الجزر نزرع هنا 6 حبات. نبيل اشيل هذه لان تكهر. 4 حط هذول الثنتين هنا باقي واحدة حطها هنا. اوكي في احد ساكن بيتنا لان النور اشتغل تلقائي. اوكي بسرعة بسرعة. بكرة مو مطر صح. حلو خلصنا. بتأكد هل في شيء يمدينا نبيعه؟ هذا شو فحم صح؟ احتاج فحمة واحدة بس احتاج 5 صح عشان اثارهم. يا احتاج 5. يبي ننزل البحر اتوقع لازم ننزل البحر او ننزل الكهف. طيب خلينا ننهي اليوم. اظن انك تجمعهم صح. اوكي ما اعطاك شيء. اوكي برضو ما اعطاك شيء. يمكن اشتغل العب خلف الكواليس انظف المزرعة بشكل كامل لأننا نحتاج حيوانات. اوكي خلونا الحين ننام ونخزن ونشوف بكره وش يصير. كتبات حلو اعطى 350. هذه 45 سعرها العشرة هذه الحشرة هذه. اوكي سعرها مرة غالي 200. اوكي هذه 15. اوكي حلو خزن. اوكي صار معنا 400. كنت اقول وين فلوسنا؟ هل بكره مطر؟ ان شاء الله مطر. شت طيب مو مشكله مو مشكله مو مشكله. هذا طلع صح خلصا. لا ما اتوقع لو خلصت كلام ديك تسوي هارفست. طيب خلينا نسكيو بسرعة. اوكي خلصنا ممتاز. طيب نجي هنا شت تصدق هذه تصلح هدايا برضه اعطيته هذه ما علينا بعدين. طيب الحين خلينا نشوف المهمات اللي عندنا. نضغط جي صح يس. هذه حقت المتحف بدري عليها لان 50 مرة كثير. هذه وش المهمة؟
هذه اللي جتنا بالحلم. هذه لازم نزورها، الشجرة اللي جتنا بالحلم. اكسبرت اوشن. اوكي هذه لازم نخلص 15 باقي. اوكي من حقات المرجان صراحة مرة حلوة، ليش انك تجمع صناديق برضو فيها. اوكي هذه نسوي كرافت لإكستر. وش دقيقة، في شيء اسمه هذا، نحتاج سكراب 20 ونبتة هذه 20. يا لازم ننزل اوشن، لازم ننزل. كم عندي منها؟ عندي 20 سكراب بس اللي ما عندي. طيب خلونا نزور الشجرة اللي جتنا بالحلم. اوكي اتوقع انها كانت فوق، ممكن تجري بسرعة. يس حلو، بس وين مكانها بالضبط؟ ما ادري، اذكر في وحدة فوق بس هل هنا؟ هنا الكهف. تعال تعال بصيد هذا عشان لا. حلو، ما ادري اعطيناها المتحف ولا لا. تعال تعال بكلمك. يا كلمناه قبل. اوكي 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 يا اخي بيته مره حلو. طيب خلونا نروح الشجره اللي ما ادري وين مكانها بصراحه، بس اذكر في وحده هنا قريبه. هذه صح. You don't understand what you say. اوكي ما ادري ايش، ما فهمت ايش مكتوب. اوكي او ماي جاد، اوكي هذا قاعد يضحك ويركض. طيب خلنا نلحقه، وين راح؟ بس دقيقة قبل نلحقه نصيد هذه. مش ما ادري اعطيتها المتحف ولا لا. لحظة هذا راح من هنا صح؟ في طريق هنا يا غبي صدها. اوكي اخيرا. انا ما ادري راح من هنا ولا من هنا، بس اتوقع انه هنا. يخرب بيت الاشجار هذه الصغيرة. طيب هذا نسوي شيء هنا؟ لا القرد هذا لا. دقيقة أنا معي هذا، ليش؟ عشان تكسرها. حلو يعطيك بذور. طيب الحين وين راح؟ في شيء هنا عجيب. اوكي اعطاني 5 من هذول. أنا ما أدري وين راح بصراحة، لكن في محل هنا شوب. اوكي يبيع اشياء خرافية بس ما يمديني ابيع على شيء. اوكي مكانك مرة حلو، وين راح؟ او ماي جاد يا المكان، وين راح هذا اللي يضحك؟ ما ادري وين راح. هل راح يطلع لي بعدين بالحلم؟ يخرب بيتك انت بسيطه. يا تكلمناه قبل. اوكي هذا مقفل، اتوقع بعدين بيضيفون شيء بالماب هنا اعتقد. طيب اللي يضحك هذا ما ادري وين راح بصراحه. اوكي ما اتوقع من هنا، اسحب على هذه. يمديني اجمعها بس ابيعها، لكن حاليا سبع الف هذي يمديني افعل شيء. اوكي نفس الشيء، ما ادري شو تقول. اوكي انا ضعت. اوكي هذا المكان جينا قبل شوي.
ينوت اسحب عليه. اتوقع بيجي بيطلع لي بالحلم، اتوقع ما ادري ليش احس عشان يرسل لي مكان ثاني. طيب لو بشري الحين قفل شت، كنت بقول لو بشري الحين حيوانات طيب يمديني ولا لا، لكن واضح انه ما يمديني. في حشره هنا ممكن تستهبل صح؟ اوكي اوكي يا بيلي اشري حيوانات، لازم اشري. طيب خلنا نرجع، يا خلنا نرجع. اتوقع خلف الكواليس بروح للبحر، لان البحر مرة غثيث. بس قبل خلنا نروح للمتحف ونحط فيه اشياء، اتوقع هذه تنحط بالمتحف صح؟ خلنا نجرب، ممكن تاخذها. شيء تحس انه ينفع للمتحف، هذه اخذناها. اوكي عطني هذه يمكن. الفراشة هل هذه نفسها؟ يا نفسها، بس هذا لا، عطني اياه. الله ممكن هذه برضو حلو. شيء ثاني؟ نو. تعال هنا. شيء المتحف، انا ما ادري حطيت صدفة ولا لا، كذا عطوا صدفة. السيد، دقيقة رجع السيد. هذه اتوقع عندي زحمة منها فاحطها هنا. عطني اوكي، عطني النجم البحر. حلو، معنا اتوقع الاشياء اللي تنفع المتحف. بس قبل هذه بنزلها، ما كانت هنا ولا هنا. الله اذكر كان عندي مجموعة منها مشروم هذا. طيب حطها هنا مو مشكلة. شيء ثاني؟ نو. ليتس جو، بروح للمتحف نحط الاشياء اللي معنا ونشوف ايش يصير. ما هذه كلمناها قبل؟ لا اوكي هذه جديدة. مشكلة صاروا يتدربون ما يمديك تكلمهم. ما علينا نسحب عليهم، نسحب عليهم. خلنا ندخل المتحف. اوكي هذا ما يمديك الصدفات. اوكي معناته هذه كنت اعطينا، معناته حقت البحر ما يمديك الصدف. او لا هذا غريبة. اوكي حلو، حبة حبة ونوصل لخمسين. سهلة سهلة سهلة. طيب معنا فلوس، معنا فلوس. افكر اخذ ازرع، هذا كلمناها. اي تكلمناها يس، هذه برضه كلمناها. في اثنين هنا شفتهم تا. اوكي اوكي كلهم كلمناهم. ابشري بذور وبشوف يمديني ابيع هذول ولا لا. ما اتوقع يمديني ابيعهم عنده، لكن يا هذا كلمناه. ادخل بسرعة، ما ادري متى يسكر. حلو هذا كلمناه قبل. تعال 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 تعال، ابا اخذ من هذولين، من هذول 70 يعني اذا بعتهم بيكون اغلى. مفروض مفروض تاخذ 8 ايام. ابا اخذ 3. اوكي عطني 5 ايام 7 ايام، هذا 4 ايام. هذا ارخص واحد او اقل واحد، اكيد سعره بيكون مره قليل. ما تعطي 5. اوكي عطني بطاطس ليش لا. حلو ان شاء الله نبيعهم نحصل فلوس. ممتاز ممتاز. طيب خلنا نرجع. اوكي بسيطه هذه، ان شاء الله يمديني. ان شاء الله خرب بيتك، المفروض امشي شوي شوي. احتاج الحو حطه هنا. طيب تعال هنا تعال، الحشرات اللي ما نحتاجهم زي هذول ابيعهم. هذول كلهم خلاص ما نحتاجهم. اوكي
عطني بس بحط هذا فوق. ممتاز. حط هذول هنا. يخرب بيته ما يكفي. طيب بزرح هنا. يبالي ارتبها. يا زي ما قلت بلعب. بلعب خلف الكواليس مو مشكلة. خلنا نكبر ليش لا. كبر شوي. حط هذه عندهم هنا. وبرتب المزرعة. بخليها لما تشوفون الحلقة الجاية بتكون مرة مختلفة إن شاء الله. اوكي. حلو. أوه. صندوق. دقيقة. اوكي هذا نوديه الحداد. حلو 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 نطلع لنا صندوق. ازرع هذول من هنا. يا اخي ما اعرف احسب. المفروض حط جبت ست. المفروض جبت ست. حط هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. يعني وات خلاص المكان الباقي ازرع فيه بطاطس. خلاص. لحظة احنا حطينا عندنا سيد بس وين وين حطيته؟ هذا عندنا حبة. هذا ما ادري شو لك نحطه فوق. خلينا نحطه هنا السيد. تمام تمام. هذا عندنا فوق. اوكي اجمع الصناديق عشان بوديه. اذا صار عندي كم خمس او ست بوديهم الحداد حاليا بجمعهم عندي. اوكي وضعنا بالسليم. تصدق يمدينا نروح للبحر الحين صح؟ افكر اروح. اوكي هذا ما له مكان. بشوف اذا مداني. لا ما عندي انرجي. ياس ما عندي. طيب خلونا ننهي اليوم. انا عارف انه بدري لكن بننهي اليوم. نبي نشوف هل هذاك يطلع لنا بالحلم ولا لا. بشوف يصير في حلم ولا لا. 65. اوكي الحشرات مره غاليه. اوكي حتى هذا 50. اوكي حلو. توقعته توقعت انه بيطلع لي بالحلم لانه اختفى. اوكي بس وش صار؟ الله اعلم. طيب يا شباب ابني الحلقة هنا. في ايميل هنا راح نقرا الحلقة الجاية. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.